فبالنسبة لي 2018 هي سنة نجاح، سنة تألق. ومن هذا المنبر نبغي نشكر الجمهور ديالي الحبيب اللي هو السند ديالي، واللي دائما كيواكب جديدي وأخباري الفنية. فبالنسبة للسؤال ديالك ديال سر الإقبال على المهرجانات، يعني علاش كيعيطوا لي المهرجانات، فتنظن يعني هذا السؤال يمكن لك طرحيه على المنظمين. والحمد لله انا قلت لك مساري الفني حافل، وكاين اشياء زوينه اللي حققتها، ولكن بالنسبه ليا لحد الان مازال مشوار طويل، ومازال كاين اشياء كثيره اللي مازال كنطمح انني نحققها.